يا هلا، مرحبا بكم، مساكم الله بالخير مشاهدينا، مشاهدي قناة دبليو تي في وطن. هذه رحلة مسائية جديدة أكيد من اف ام، وأكيد ما أنسى أمسي على كل شخص جاي يتابعنا من خلال بثنا المباشر على الفيسبوك لبيج القناة، وأيضا مستمعينا عبر أثير إذاعة العشار بالبصرة باف ام جديد. ونهاية أسبوع جميلة إن شاء الله، وما يحلى الخميس باف ام إلا بوجود نور. شلون يا نور؟ مساء الخير تامر، مساء مساء الورد. الخير كل مشاهدينا على قناة الدبليو تي في وعلى راديو العشار أيضا، وكل من يسمعنا على راديو عشار. شلونك تامر؟ أني بخير، أنت شلونك؟ اليوم موضوعنا أنت حتبدي بيه. تمام، احنا اليوم نحكي على الخصوصية. تمام. وبالآونة الأخيرة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بصورة عامة، شفنا ولاحظنا أكو ناس هواية تنشر أشياء ما إلها داعي. يعني مثلا راح آكل هذا الشيء، أو إنه ياخذ رأي المتابعين، أو ينتقد أو يحلل بكيفه. يعني إحنا لاحظنا إنه كثير لقينا ناس طلعت محللين، محللين ولقينا وخبراء نقاد هواية، ولقينا هواي ناس اللي إحنا اليوم راح نحكي عليهم اللي كل شيء ينزلون بالمواقع التواصل الاجتماعي أو بالحياة الطبيعية. فبهاي الحالة أكو سلبية وأكو إيجابية. الإيجابية وين يا نور؟ أكيد إنه أكو ناس تنزل أشياء مفيدة تفيد المتابع والمتلقي بمواقع التواصل الاجتماعي، نستفاد منها إذا كانت أشياء طبية، علمية، ثقافية. أما الأشياء السلبية اللي مثلاً أكو أشياء ما لها داعي إنه تنزل، أو مثلاً طريقة الكلام أو النقد أو التنمر أو الإساءة لبعض الجهة للجهات المعنية، فبهيجي حالة أكو غلط وأكو صح. فاحنا اليوم اكيد يا نور من خلال اتصالات المشاهدين عبر ارقام هواتفنا اللي راح تظهر اسفل الشاشه راح نعرف منهم شلون يتعاملون ويا هيك مواضيع، وكذلك عندهم خصوصيه بالنشر ولا ايش ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يتعاملون ويا هيك حاله. اريد اسالك انت كبنيه، انه انتم اغلب البنات يعني اغلبكم متواجدين انستغرام وسناب. سناب تمام. فاي حركه تنشروها، فانت من هذا ال الجروب او من هاي الجماعه لا ولا لا غير؟ لا لا مو اصلا، حتى كلش نشر قليل. يعني انت يمكن قبل فتره لاحظت هذا الموضوع انه انا ما انشر هوايه، بس انا اقول انه من حق اذا يريد ينشر او تنشر. اها، بس اكو اشياء اوكي احنا ننشرها، بس اكو اشياء يعني ما المفروض انه تنشر. يعني مثلا اللي ما المفروض تنشر انه هو قاعد بمكان مثلا مسوي انا شايل سياره، او مثلا اني فاتح الكنتور اريد البس اختاروا لي يا لون مثلا، او راح ابدل غرفتي مال النوم، او صبغه بابنا. يعني هاي الحركات اللي يعني ما لها داعي اصلا، احنا ما لنا علاقه بيها بس كمشاهدين ممكن ومتابعين. رايي يعني خلينا نقول اني ما اختلف وياك انه هذا هاي حياته الخاصه، اني اشوف هاي حياه خاصه، بس ممكن دا ياخذ راي العالم. واكو ناس يعني بالعائله العراقيه اكو ناس تتفاجئ مثلا الاب او الام او الاخ او الاخت الكبيره فجاه يقولون صورهم منشوره من خلال اخوانهم او اخواتهم الصغار على سفرة الطعام، أو طالعين سفرة أو كذا، فيتفاجئون بهيجي حالة، يعني ينصدمون أو يعبرون يعتبرون هذا الموضوع لازم يعني خرق للخصوصية، وكذلك أنه غلط كعادات وتقاليد. تمام، بس هاي الأهل يعني لازم يحددون ودائما يكونون دائما يراقبون أطفالهم ويعني يتبعوهم ويتابعوهم أيضا. زين. نعم. عندنا اتصال، ناخذ الاتصال نرجع أنا وياك نتناقش. تمام. نقول ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. لانت. الحمد لله، من وياي؟ أنا من كربلاء. ألو، أنا من كربلاء. من وياي؟ أنا من كربلاء. نور من كهرباء. نور من كربلاء. أي أهلا وسهلا بيش نور وبكل أهل كربلاء. حبيبتي عرفتي موضوعنا اليوم؟ أي، بخصوص الناس اللي تنشر هواية قصدكم لو شنو؟ الناس اللي تنشر هواية قصدنا. ايه، بالنسبة لهذا الموضوع يعني انا اشوفها حرية شخصية، بس البعض انه يشوفها هذا ينشر هواية وما عنده شغل وعمل ويروج العالم، يعني هو يعني حسابه او الشخصي ينشر اللي يعجبه، بس اكو يعني نشر مو مفيد يعني للمجتمع وللعالم، هذا مو مفيد. فاكو زين نور، انتي تنشرين؟ لا مو هواية، اثنين ستاريات كافي. اثنين ستوريات مو اكثر. زين نور، اذا مثلا هو دا ينشر انه او وحده نشرت انه زوجها مشتري لها ذهب او فد شيء، ممكن اكو بعض العوائل راح تضوج او تحسد هذا الموضوع، مو صحيح؟ صح، واكو يعني يظلون
عذرا على هاي الكلمة، يعني يغلطون أو شيء أو يغارون أو أكو أقرباء يعني يظنون زوجها هيك نور صار تسمعيني؟ وايد طبعا نور يعني مضغوط. ولو عذرا للمقاطعة، عائلتي ونور يعني اللي وياي بالاستديو، مساء الله بالخير يا نور، شلون ايش اخبارك بالبداية؟ الحمد لله، انت شلونك، شو تمام. نور اخبارك؟ انا احكي على الخصوصية، ما احكي على الناس اللي تنشر هواية. اوكي انت نشري هواية اشياء، لكن اشياء تفيد المجتمع، تفيد المتلقي، تفيد المتابع. يعني انا يعني مو مثلا انشر اشتريت جنطة، اشتريت سقاط، اشتريت ساعة، راح اطلع اتعشى، راح يعني هاي الاشياء اللي احنا ما يعني ما نستفاد منها ولا لها داعي انه تنشر، بالاضافة الى انه ننشر ناس ويانا هم ما يدرون انه هم منشورين، او مثلا بنية ما محجبة ونازعة حجابها، او بلبس البيت تنشر وما تدري بنفسها. هاي احنا نحكي على الخصوصية، ما نحكي على انه الناس اللي تنشر هواية او اللي قليل. لا هذا الشيء كلش خطأ، خاصة إذا واحد ما يدري يسوي مشاكل. أكو مثلا بنات أهلهم ما يقبلون، نعم أكو يعني هن ما يقبلون أصلا ينشرون مثلا خطة رجعون أنشرهم، هذا الشيء خطأ. يعني أسألها إذا قبلت عادي تمام أنشري، بس إذا ما قبلت على أي أساس تنشرها وهي ما تقبل؟ صح طبعا الخصوصية لها احترام، ولازم أكو خصوصية من كل الناس. نعم، هو الاحترام موجود والخصوصية موجودة، لكن شلون احنا نتعامل وياها بالطريقة الصح، هذا هو الشيء الأساسي يا نور. طبعا أنا شاكر اتصالك ومشاركتك اليوم ويانا. المشكلة هي التعامل شلون يكون الصح، خصوصا إذا احنا بالبيت وآبائنا وأمهاتنا شلون يعلمونا إنه طرق النشر، شلون ننشر الأشياء المفيدة، هذا صح هذا غلط. لكن بالآونة الأخيرة شفنا إنه أطفال صغار عندهم موبايلات او اجهزه محموله ينشرون اي شيء، وحتى المراهقين والمراهقات وحتى الكبار، اكو كبار ينشرون كل شيء، بس هو الموضوع ما له داعي اصلا. يعني بعيدا عن ال أنا البارحة دا أتفرج بالتيك توك، لقيت طفل وطفلة، هي مو طفل، ناشر فيديو وأمه قاعدة تغسل المواعين، وهو يعني دا يصور التيك توك ودا يحكي. يعني أنا متأكدة أنه أمه ما تدري أنه مثلا لا كلبسها مثلا مرتبة نفسها ودا قاعدة تغسل المواعين ودا تحكي ما أعرف ويا من بصوت عالي، فهو ناشرة. فأكون متابعة للأهل لازم تكون على هذا الموضوع، يعني شنو نشر، شو وقت وش مواضيع تنشر، نور حتى تسوي مشاكل تسوي يعني بين مشاكل الاب يا ستار يا ربي، والام وممكن تؤدي الى يعني انفصال. انفصال او تؤدي الى نعم مشاكل اكبر هيك شيء. نعم زين، بس احنا انا يعني بنفس الوقت انا اقول اكو واحد اوكي خليه ينشر، بس خليه ينشر يعني فشي ايجابي افضل ما اشوف انه ينشر شيء سلبي ويعكر ايجابي مزاجنا. ومفيد، يعني اوكي اذا احنا ننشر فد معلومه تفيد المتابع، اوكي اذا احنا ننشر فد شيء ثقافي، اوكي اذا احنا من خلال منشوراتنا نحفز الناس. مثلا احنا هسه قبل فتره بتزايد الاعداد، ولحد الان تزايد الاعداد بفيروس كورونا، يعني كثير من الناس او رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا انه سووا هاشتاج للقاح، انه لازم نروح نلقح، لازم انه نلتزم، لازم يكون تباعد اجتماعي، لازم نرتدي الكمامه بالتجمعات. فهذا شيء حلو ايجابي، اضافه هسه احنا مقبلين على انتخابات، فهم انه نحفز الشباب والجيل الواعي واهلنا وابائنا انه لازم ننتخب، لازم نختار شخصيات تفيد وتخدم المجتمع العراقي او الشعب العراقي بصوره عامه، تلبي طلبات الشاب والشابه، تعين الخريجين. فبهيجي حاله احنا راح نستفاد من التواصل الاجتماعي بصوره ايجابيه، ونستفاد ونفيد الناس اللي ما عندهم وعي او عذرا ما عندهم ثقافه، يعني نوعيهم مثلا هيك المرشحين، هيك لازم نختار مرشح، هيك لازم نختار شخص يفيد المنطقه. فلازم انه نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي او نستخدم فكرنا وطاقتنا لنثقف او نزيد من معلومات المشاهد او المتلقي، هذا اللي اقصده اني. واضافه الى انه الحياه الخصوصيه او الحياه الخاصه ممكن انشر منها جزء، بس مو انشرها. انت شايف مثلا اكو ناس يجوز انا وياك مشتركين ويانا بسناب او مشتركين ويانا يعني نعم. اصدقاء مشتركين، ينزل كل شيء، اكل، اتغدى، اتعشى، مثلا نزلت، صعدت، طلعت، خلت، راحت مركز يعني تجميل. زين برايك شو هذا نور؟ يعني قله عمل، يعني لا شغل ولا عمل، مثل احنا من نقول انه ما عنده شغل وعمل قاعد بس يصور، او انه هو عنده غايه اخرى؟ اتوقع غايه. اعتقد هي غايه. نروح للاتصال ونقول الو. الو مساء الخير. على مساء الورد. الو الو مساء الورد، شلونك؟ تحياتي لك يا ورده وتحياتي للجميع. بالبدايه اتمنى تعلين صوتك شوي لان صوتك كلش ناصي يمي. لا احتياط عالي اني.
لا هسه بلش، احنا اليوم نحكي على الخصوصيه، واغلب الناس اللي على التواصل الاجتماعي ورواد التواصل الاجتماعي ينشرون اشياء ما لها معنى او ينشر اشياء ما تفيد المتلقي او المشاهد، انت مع ام ضد هاي الظاهره؟ اعتقد انقطع الخط، انقطع الاتصال، نروح لاتصال اخر ونقول الو. الو ألو، الو، مساء الخير. مساء النور. مساء الورد، شلونك؟ الحمد لله. من وياي؟ حوراء. حوراء من بغداد مو؟ نعم. هلا بيك يا حوراء، شلونك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. حوراء، احنا اليوم نحكي على الخصوصية وشون نتعامل بهيك موضوع، بالإضافة إلى حكينا أنا وزميلتي نور قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي وشون الناس أو الشباب والبنات بلشوا ينشرون أشياء ما لها معنى وما تفيد، يعني ويتعرضون من خلالها المشاكل. انقطع الاتصال، لا الظاهر اليوم اكو شيء بالاتصال. اتوقع اكو لود من ذيك الساعه يمكن. والحلو انه اسال المتصل ينقطع الاتصال، ينقطع. ما اشوف اي، فاني انت برايك انه تقولين نرجع الموضوع، انا تقولين انه ما عنده شغل وعمل، لو لغايه شنو زين الغايه؟ ما اعرف يعني، انا اتوقع لغايه، لانه ماكو واحد ما عنده شغل وعمل، يعني اكيد هو حتى لو قاعد ياكل، لو قاعد يشتري ملابس، اكيد هذا شغل يعني يعتبر، او صح. من ضمن يعني المهام اليوميه اللي دا يسويها. انا اتوقع انه ما عنده، او عفوا اتوقع عنده غايه، غاية مثلا انه يتباهى باللي عنده مثلا، الله اعلم، لو مرض نفسي، لو شنو. مو احنا كنا ننشر، فمن نقدر نحكم يعني، اني انشر مثلا لسبب وانت تنشر لسبب وغيرنا بس ينشر انا ما انشر كل التفاصيل اللي امر بيها بيومي، مستحيل يعني، هذا ماكو احد ينشر هيك كل التفاصيل. لا اكو ينشرون، لا يعني هذا اللي ينشر هذا بي يعني اكو فد خلل، مستحيل يعني اني انشر كل تفاصيل يومي، يعني لما متهيئه اني انه اتصور 24 ساعه، صحيح؟ صح. وبنفس الوقت ثامر يعني ممكن انه يريد يروي احد، او عنده رساله يريد يوصلها لاحد ممكن، او ممكن انه يريد يصعد المتابعين اللي عنده. ناخذ اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من وياي؟ زهراء. زهراء، زهراء من وين؟ من النجف. من النجف؟ اي نعم. هلا زهراء حبيبتي، يا هلا بيك وبكل اهل النجف. الو. الو، وياك. ده سمعيني؟ اي نعم. زهراء، عرفتي موضوع اليوم انه على الخصوصية والنشر، شنو رأيك انت باللي دائما ينشر 24 ساعة كل حياته وخصوصياته كاملة على تلقيه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله بالنسبة لي انا عند هذا الشيء انا مو اتطرق بان انشر كل حياتي اليومية، شكلي شنو اليوم، ستايلي يعني، وين طلعت، وين اجيت، يعني بالنسبة لي انا مو ضروري انشر، انشر شيء محدد يعني يفيد المشاهد، يفيد المتلقي، يفيد اللي دا يشوف، صحيح. زين اللي ينشر هيك ممكن عنده غايه بباله، او مثلا عنده رساله بباله، او هو ما عنده شغل وعمل؟ لا انا بالنسبه عنده هاي ما عنده شغل وعمل، ما عنده شغل وعمل انه ينشره، ممكن دا ينشر شغله، اكو هواي نعرفهم قاعدين مثلا مكاتبهم ينشرون شغلهم، وكل ساعه مسوي سناب مثلا المكتبه او للقهوه او للشاي و... صح. لا هسه انا شايفه هواي اليوم شنو ستايل، ايش لبست اليوم، شكلت يعني اكلي، هذا يعني مو ضروره اني الناس، هاي حياتي الشخصيه يعني الي، وممكن يسبب حسد. اني اشوف انه اكو هواي زوجات ينشرون مثلا ذهب مشتري لها راجلها، او مشتري لها فد شيء، او طالعين بمكان، او مسويه عيد ميلاد لعائلتها او لزوجها او لاطفالها، وتنشره بالمواقع التواصل، ممكن اكو يصير حسد يا ستاره ربي، يعني انا من الناس اللي مجربه هذا الموضوع. اي نعم نعم مو صحيح؟ زين تنشرين انتي والله زهراء؟ صحيح. لا انا بالنسبة لي ما انشر. ما تنشرين؟ اي نعم. تمام، انا كلش اشكر اتصالك، خلينا دائما نسمع صوتك. طبعا اتفق ويا كلام زهراء المتصله اللي اتصلت وياك وكلمتك بخصوص الخصوصيه والنشر، حلو من ينشر شخص اشياء مفيده، هو لازم انه انا يعني شنو انا او لا، اكو شغلات مرات يعني اشوف بنات او شباب ينشرون مثلا رايحين لمطعم يعرفون على المطعم بنشر حلو، مثلا انه مكان المطعم، اكو احنا كثير مرات نحير اذا ردنا نروح لمطعم فرضا، صحيح.
اريد نعرف مثلا او نقول اخاف اروح لمطعم الاشياء ثمر يعني صراحه كل شيء احبه يعني ممكن يدلينا على اماكن انا فيها احنا ما شايفيها وما اريد اقول او الاطباق الموجوده بالمطعم او يشوفنا الديكور والاتاكيت مع المطعم جراج يعني بحيث احنا بنروح احنا مرتاحين نعرف وين نخلي سيارتنا نعرف ايش راح نطلب نعرف انه المكان حلو الكادر مالته يعني منحير يعني مو كانه غرباء راح ندخل المكان او اول مره طابخ خايف من نعرف صحيح هيجي حلو انا شراني معاه لكن مو انه مثلا يعني هاي اكو شيء ما له داعي ينشر اي بس تعرف اكو مثلا يعني انا قبل فتره صار صادف موضوع امامي اكو عائله ناشره انه هي رايحه يعني مسابح يعني العائله كلها طالعه على المسبح فالاطفال كل يوم ماما وبابا ودونا الفلان مسبح مثل البيت هاي اكو ناس يعني راح تدري ممكن تاثر او اكو ناس راح تريد وما تقدر يعني ما تقدر غير متمكنه ماديا او ما تتمكن انه تقدر تروح او وضعها يعني وضعها الاجتماعي ما يسمح لها تروح لهيك مكان تمام. ناخذ اتصال ويانا نقول الو الو مساء الخير مساء النور سلام ثاني زين الحمد لله من وياي روان روان هلا وروان شلونك الحمد لله مشتاقه لك شلونكم والله احنا اكثر مشتاقين لكم شويه كنت يعني بمجازه روان عرفتي موضوع اليوم اي عرفتي تحياتنا من ساعه عمر حبيبتي روان شلونك مساء الخير شلونك الله يسلمك الله يسلمك الله يخليك تمام الحمد لله انت شلونك شو اخبارك والله الحمد لله انت شو اخبارك والله تمام ما ادري انت خليت اسالك انا طبعا دخلت يعني اوت بالاتصال وياك انت ونور فالحديث لكم لا لا عادي عادي احنا كلنا بدنا نحكي بيد واحد روان عرفتي موضوع اليوم؟ ايه عرفت يعني زين شنو رايك بيه؟ والله يعني شيء حلو وما حلو ف مو كل شيء يعني نشر مو كل شيء نشر زين انت عندك ناس او عندك اصدقاء موجودين دائما ينشرون كل تفاصيل حياتهم يعني اول شيء انا ما عندي اصدقاء فاي يعني هذا الشيء مو صحيح يعني عندك انا اقصد اصدقاء او صديقات ممكن ينشرون دائما بالمواقع شو يسوون وين يروحون وين يطبون تشيك ان يسوون اكلهم لا لا ما عندي ما عندك ولا انت ايضا تنشرين ولا انا انشر زين تتوقعين اللي ينشر هيك هذا يعني مريض او ما عنده شغل وعمل يعني او يريد يوصل رساله ممكن زعلان على احد وده يريد يوصل له رساله لا هو قلت يعني متخلف يعني مو صحيح هذا الشيء يعني اللي ينشر هو مكثف يعني فاهم فمو يعني كل شيء ينشر بالبيت خصوصيات وممكن تسوي يعني مشاكل يعني كل شوي نشر صحيح وممكن يسوي مشاكل مشاكل ايه يعني عرف يعني هو المشاكل تمام طبعا احنا عندنا بعض الهمنا يعني بعض الزملاء اللي عندنا ايضا بالاعلام شايف كل ثانيه وكل دقيقه ينزلها ما اعرف يمكن انا اتوقع وقت زايد حبيبتي احنا شاكرين اتصالك ونتمنى دائما نسمع صوتك تحياتي لك استاذ عمر مره ثانيه حياك الله يا روان شكرا لك على اتصالك الحلو انت ذكرتي انه ما عنده لا اكو انا ذكرت مثلا احنا كمقدمين مرات ننشر ستوريات وهواي ننشر ستوريات ما كلش لا ما ننشر ما اقدر احكي هواي لا 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 انا اقول ليش انشر بس انشر اشياء يعني فرضا انه نشرت البارحه ذكرت بوقت البرنامج او حكيت على موضوع البرنامج اللي راح اقوله او مثلا انشر اشياء اللي استخدمها اللي تفيد المتابع الي فهيجي حاله انه انا راح اخلي شخص يستفاد من عندي بالاضافه اكو حاله اخرى انه مثلا الناس ينشرون اشياء مفيده بس من يدخل شخص يريد يستفسر منهم او يعرف شنو المعلومات ما يردون عليه او ما اصلا الدايركت لاغي يعني فهي الطامة الكبرى والمشكلة أكبر واللي تغث روح لاتصال آخر أكيد ونقول مساء الخير ألو ألو مساء الخير انقطع ونروح لي آخر اليوم أنا اتصالات وياها مقطعة ما أعرف ليش ألو مساء الخير مساء النور شلونكم إحنا بخير أنت شلون شخبارك تمام بخير من وياي تبارك من الشمال يعني اخوك مصطفى تعرفني يا هلا اليوم مصطفى ما كنتي بمكانه؟ مصطفى طالع بيجي ان شاء الله الحمد لله انه لازم ما قطعتوا بينا يعني انت ولا هو اهم شيء انه اتصلتوا واحد من بيت اتصل
لا بدنا نقطع. شو اخبارك تبارك؟ شلون الجو يمكم؟ تمام بعد حار؟ والله الجو يمنا كلش حلو. تفضل. لا ما حاف. تبارك، احنا اليوم نحكي على الخصوصية ونحكي شلون نتعامل ويا هيك ظاهرة. وبالآونة الأخيرة لاحظنا إنه بمواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس اللي مش المشاهير والناس العادية ينشرون أشياء ما لها داعي إنه تنشر. برأيك ليش؟ صحيح. ليش الشخص يسوي هاي الحركة؟ يعني شنو سببها؟ والله أحس الشخص مرات يطلع اللي يعني يشر في خصوصياته شغلاته، يطلع الشيء اللي بداخله، يعني ما أدري ليش هاي السالفة. أنا بصراحة أضج من هاي السالفة، يعني انت ما بس تنشرين هاي كل شيء؟ شلون يطلعون الشيء. أنا لا، قبل كنت أنشر إيه صراحة، بس هسه يعني ورا ما خطبت كبرتي وهاي كبرتي بعد لا في شيء ما كبرتي؟ أنشر. شلون؟ اقول لك بعد ما كبرتي يعني لو لين خطيبك ما يقبل تنشرين. لا خطبت، لا ما يقبل هيك شيء. هو يعني ما يصير كل شيء خصوصية صح، ينشر، مثلا هو ما عدد حلو، كيلو ما حلو واحد ما الموضوع. يصير، حرام ينشر شيء. شلون؟ اقول لك هو بصورة عامة الموضوع ما حلو انه كل شخص ينشر كل شيء يصير وياه، ما حلو، صحيح يعني ما بي فائدة وما بي فد شيء صحيح ايجابي. أبد، كلش أوفر هالشي، وخاصة واحد ينشر عن حياته الخاصة أو هيك شيء. يعني انتي وخطيبش من تطلعون ما صورون ستوريات او سناب وتنشروه؟ والله خطيبي بعيد عليا مو يمي، يعني ما طالعين بس عن ابد؟ قريب يجي إن شاء الله أكيد نصور. هو من بغداد؟ ملو أني؟ خطيبش من بغداد؟ لو وين؟ ها لا والله صراحة كردي، بس أعيش بالخارج. عايش بالخارج، وان شاء الله يعني يجيكم يعيش يمكم بنفس المنطقة او نفس المحافظة؟ لا والله ما يجي، إن شاء الله شغلتنا تصير وأنا أروح. اها ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي حياة زوجية سعيدة مقدما وبالرفاه والبنين. إن وتبارك، شاء اني الله اتمنى انه إن شاء الله. يومية التصليم بينا والشاركين انت ومصطفى سوا يعني. إن شاء الله إن شاء الله يوميا نتصل وسلام في خاص، كله. سلام خاص للوالدة يعني كلش تعزينا لها بالسلام وتبوسينا الله اياها. يسلمك يا مهواي، يسلم عليكم. الله يسلمها، الله يحفظها، شكرا لك ولاتصالك تبارك. حلو تبارك انه أهلا قالت انه انا شكرا. بالبداية كنت انشر، لكن بعدين بعد ما انخطبت وشفت انه الموضوع بيه سلبية علي وعلى انه اني ارتبطت فما بلشت انشر. اي بس انا اشوف انه يعني اوكي، اذا اني اشرب اليوم ستوريين او ثلاثه ما بيها شيء، اذا فد شيء بي ممكن رساله او اوصل فد شيء مو انتو ايجابي البنات يعني للناس. تنشرون مثلا اغنية؟ اوكي الاغنية حلوة، بس اكو اشياء اني انجا احكي على الاشياء اللي ما لها معنى. يعني ممكن ننشر اغنيه او ممكن ننشر فد شيء احنا مثلا عارفين قبل جديد. فترة شفت بنية انه حاليا جاي انظف البيت، زين احنا شو علينا انه تنظفين البيت؟ او مثلا اليوم طبخت الطبخه الفلانيه. اي انا اعرف وحده دائما شنو تطبخ تنزل تقول انا اليوم هاي طبخت هاي الاكله سويت هاي الاكله. اي بس ما يخاف، ممكن يعني انا اتشجع واقوم اسوي اكله نفس اللي هي دا اسويها. يعني ما اعرف، بس هو الموضوع بصوره عامه لازم انه نستخدم هاي الوسائل تمر. بصوره اكو حضاريه. شغله يعني كلش يعني اتعس بالذات ببعض الجروبات اللي احنا بيها بس البنات، تنشر مشاكلها. اني هاي اللي اكرهها، يعني مشاكلها تنشرها، ويعني تنشرها بكلش يعني كانه انه احنا من افراد العائله وده تحكي، او حتى لو كانوا افراد العائله يمكن مو كل افراد العائله يعرفون مشاكل الشخصيه يعني للانسان. يعني تنشر مشكلتها هي وزوجها، مشكله كلش خاصه، وتشوف انه اكو بعض التعليقات اللي بيها تنمر، واكو بعض التعليقات اللي بيها نصاح، واكو بعض التعليقات اللي بيها هجمان بيوت. فعلا هاي المصيبه الاكبر، يعني انه وزين اني اجي انشر مشكلتي، يعني ممكن انه يعني الله انطاني دماغ او عقل صح، وممكن يعني اني اتصرف صح ولا غلط، مو انه اني اجي وانشر مشكلتي بجروب واسمع التعليقات اللي موجوده. طبعا تعبر الالاف التعليقات، واللي يقولها مثلا طلقي، واللي يقولها ابقي، واكو بيهم اللي ينشرون صورهم، البنات اللي ينشرون صورهم بملابس بيت او ملابس شويه فاضحه او عاريه، مع احترامي الك وللمشاهد. هذا الشيء هم يسبب مشاكل، او انه يسحبها شخص وينشرها او يسوي حساب باسمها، يعني كثير من سببت مشاكل بالعوائل وبالمتزوجين وبالبنات الشابات او المراهقات او حتى الشباب. فاحنا شلون نتعامل ويا هيجي حاله او هيجي ظاهره؟ والمفروض انه من العائله، من الاب والام او الاخ او الاخت الكبيره، تتابع اخوانها الاصغر منها، خصوصا فئه المراهقين، الفئه اللي شويه التعامل وياها جدا صعب، وشلون نتعامل وياها ونخليها تسير على الطريق الصح، وانه اذا حاولت تنشر شيء
فتنشر الأشياء الإيجابية، الأشياء الثقافية، الأشياء اللي تفيد المجتمع وتفيد المتلقي وتفيد المتابع اللي يتابعهم من خلال الموقع. ويعني نعم نقول ألو ألو ألو، من وياي؟ ألو، مساء الخير. مساء النور، من وياي؟ زهراء. زهراء من وين زهراء؟ من النجف. قبل شوية اتصلتي بيني؟ نعم. مو؟ اي نعم اتصلت بيك. شلون الزهراء، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، انت شلونك استاذ سامر، اخبارك؟ اني سامر لو ثامر؟ زهراء، احنا اليوم مثل ما عرفتي قبل شويه واكيد جاي تابعينا من خلال شاشه دبليو تي في وطن على الخصوصيه والناس اللي تنشر والناس اللي حتى اللي ما تنشر، اكو ناس ما تنشر على التواصل الاجتماعي او مو قويه على التواصل، اللي تنشر الاخبار من بيت البيت هم اوكي، احنا ضد هاي مع هاي هم الحاله انه السوالف كل شيء مر بيها او السوالف مشاكلها ويا زوجها او ويا ابوها او ويا امها، للناس الغلط او للناس اللي هم منتظرين هاي المواضيع حتى يأولوها وينشروها اكثر. فانت كبنيه ويا اخواتك او بالبيت ويا اخوانك او كعائله، انتم شلون تتعاملون ويا هيك ظاهره اذا احد بيكم بالبيت ينشر كل شيء او يسولف كل شيء للاصدقاء او عن طريق التواصل الاجتماعي؟ طبعا هذا الشيء اكيد خطا وما يصير، يعني ابنيه تنشر خصوصيتها. نعم. او خصوصيه اهلها شيء اكيد خطا. نعم. هي مو بس بنات، ترى حتى ولد هواي هم ينشرون زهراء. اي نعم حتى الولد، يعني ما يصير هذا الشيء يعني. زين بس احنا ممكن نقول، انقطع الاتصال، ممكن نقول انه دي يفيد المتلقي، يعني ممكن نشره يفيد المتلقي او اكو، احنا نقول اكو اشياء تفيد المتلقي بس لا اكو اشياء ما تفيد المتلقي. اكو اشياء ما تفيد، يعني انا اشتريت موبايل صورته، اشتريت موبايل يعني ايش تفيد المتلقي بهاي مثل الستوري؟ اكو اشياء خاصه، انا يعني كل انسان له خصوصيته، هاي هاي حياتي الخاصه أنا إلي خصوصيه. اكو هسه تدخلين على الانستغرام او على الفيسبوك او حتى على اليوتيوب، تدخلين اكو حفلات مال عوائل، مثلا حنه بنيه، عرس بنيه، او حفله مال بنات، تشوفين اكو وحده من البنات لازم موبايل سريا مصوره ناشره منزله، فانتشر المقطع باليوتيوب او انتشر المقطع بالبيجات، وتعرفين انت اهل البيجات واهل الصفحات المغرضه اللي تريد بس مجرد لايكات ومتابعين تنشر، فبهيجي حاله راح يصير مشاكل، لان يعني كم بنيه موجوده بالمكان، اكو بنات محجبات خالعين حجابهم، فبهيجي حاله راح يصير مشكله وراح يصير اساءه للبنت والاهلها والمجتمع اللي هي عايشه فيه. هذا الاغلاط اللي احنا جاي نشوفها من خلال التواصل الاجتماعي او كيفيه التعامل لمواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل الصح والتعامل الغلط، وشون نتفادى المشاكل وما نكررها وما نعيدها بسبب اهمال الاهل نقول او اصحاب السوء او عدم متابعه الاهل. اكثر شيء همنا هو من ضمن الاهمال عدم متابعه الاهل لاطفالهم او لابنائهم او بناتهم. ونرجع نقول انه اوكي اني انشر اللي انت تريده، احنا مو ضد النشر نهائيا، بس احنا نقول انشر الشيء اللي استفاد انت تستفاد منه وغيرك يستفاد منه. نعم. يعني مو انشر اني فد شيء وبعدين لا انت حتستفاد ولا اني حستفاد، وممكن تجيني تعليقات يعني يتنمرون بها عليها، وشنو راح احصله مثلا؟ ما اعرف، انا ذاك اليوم شفت فد وحده ناشره انه طابه فد منتزه ودا تحكي بي ودا تقول هذا اوكي هو حلو انه انا ما كنت اندل هذا المنتزه وفعلا اندليته، بس ماكو يمكن فد اربع ستوريات على هذا المنتزه، اشترت شاميه نزلتها بهذا المنتزه، اشترت ما ادري شنو نزلتها، فاكو شغلات يعني اوكي انت نزلتي شيء ممكن تروجين ممكن توصلين، بس ما اظل انه اني مثلا احب هذا الموضوع، يصير ملل بهذا الموضوع. تمام، نروح الاتصال، نروح الاتصال ونرجع لموضوعنا ونقول الو، مساء الخير. الو، مساء النور. مساء الورد، بس حبيت اسلم عليكم، انا برامجكم كلش حلو، انت الاحلى، واني طبعا اعرفك وصوتك مو غريب علي، من ويانا؟ تبارك. يا تبارك. تبارك، لا مو تبارك، انت مو تبارك. لا تبارك. تبارك اخت منو؟ اختك كانت تتصل؟ لا. تبارك، تبارك، انت ايش قد عمرك؟ عمري 13 سنة. انت من الناس اللي كل شيء ينشرون بالستوريات على السناب والانستغرام ولا لا؟ لا.
العشت نش شنو الأشياء اللي تنشريها دائما؟ كش ما شاء. بس التابعين يعني ما تنشرين أبد؟ إيه بس أتابع كش ما شاء. إيش عجب يعني شنو السبب اللي خليش أنت حابة إنه تنشرين وأكو مثلا مانع إنه يمنع إنه أنت تنشرين لو إنه أنت أصلا ما حابة تنشرين؟ أنا ما أحب أنشر وهذا الشيء خطأ. أها أنت عندك أخوات أكبر من عندك أو أصغر من عندك؟ إيه عندي. همينا ما ينشرون؟ لا ما ينشرون. زين هذا الشيء توصيات من البابا وماما ولو انتوا يعني انتوا انه اوكي عندكم اجهزه نقاله او تليفونات وتستخدموها لكن مجرد اشياء تتابعون تستفادون منها يعني ما تنشرون كل شيء او اشياء خاصه بالبيت؟ لا ما ننشر وبابا وماما هم علمونا. تمام هو هذا صح اكيد تبارك ونتمنى انه كل البنات اللي بعمرك بعمر الوالد يصيرون مثلك وما ينشرون اي شيء او حتى اذا يريدون ينشرون الاشياء اللي تفيد المتابع لهم وتستفاد منها اذا كان ثقافة اجتماعي. شكرا لك ولاتصالك يا تبارك واتمنى دائما تتصلين بينا وتشاركينا ب اف ام. حلو انه هوايه احنا عندنا انه من العوائل انه البنات اوكي عندهم موبايلات وعندهم برامج ومنزلين تطبيقات لكن ما ينشرون وحتى اذا نشروا شيء نشرون شيء يعني معقول واضافه ما بي سلبي او ما بي شائبه مثل ما نقول هو هذا الشيء الحلو ولازم احنا دائما نكون هيجي. وانا قلت لك انا يعني اكثر المشاكل اللي تصير بسبب انه النشر يعني النشر السلبي اللي دا يصير انه انا سويت كذا موضوع او انا اشتريت كذا موضوع او شوفوا لي ايش راح البس. هاي صايره طبعا موضه كل جديد انه يفتح او تفتح كنتورها وشوفوا لي شنو راح البس. يعني اكيد كل واحد هذا شيء خاص يعني شالي انه مثلا انت او انت ايش راح تلبس صح. انا كلش دا اشوفها هاي الايام متكرره انه ايش راح البس او تنزل اكسسوار اختاروا لي مثلا اللي راح البسه من الاكسسوار هذا وهذا وتسويه ستوري. زين يا برايك يعني هل هي مثلا انت اذا فرضا انت بمكانها وانت تريدين تطلعين عندك طلعه وعندك موعد معين وناشره اكسسواراتك وقولي لهم انتظر انه تختاروا لي فعلا انه انت مثلا قاعده تنتظرين مثلا ساعه او نص ساعه قاعده ولا تنتظرين مسجات اختيار لا انا بدي ابدل يعني الا راح يردوا لي جزاني مثلا طلعت. مو هم اكو فئه من جماعه هذا النشر الفئه الاخرى اللي تدور طشه بالمصطلح الدارج شعبيا حاليا الطشه او الشهره انه انشر هوايه وانشر شغلاتي كلها حتى يشاركوها البنات يشاركوها الولد اجيب متابعين اذا كانت فيس او انستغرام او تيك توك فسوي ضجة او انه تقهر صديقاتها او اللي يضوجون من عندها او بنات عمها او بنات خالها او عماتها او خالاتها خصوصا البنات بالتحديد يعني انه اقهر فلانة انه راح انشر هذا الستوري بس اريد فلانة اشوفه وامسحه حتى اذا هو غلط او مشين او تسوي مرات تخصيص عافية اي المهم بس مجرد تغيظ او تقهر او انه اني شوفوني او انه اني متعاركة ويا حبيبي راح انشر انه ستوريات انه اني مرتاحة او مهامني الموضوع او اني يعني عادي روح واحد يجي غيره يعني هاي الشغلات اللي جاي تصير عندنا فهي هاي الغلط وهذا اني قلت انه عدم مراقبة الاهل لابنائهم تتوقع بناتهم. يعني انت كهسه ولد وتشوف اذا حبيبتك ناشرة يروح واحد يجي غيره حد يقول هاي مقهورة لو مقهورة برأيي اقول مقهورة صدق؟ اي يعني ليش؟ لان هي لو ما مقهورة ما تنشر اصلا او عادي يعني يروح ثامر يجي غيره بس هي لان مقهوره ولان تعرف انه ثامر ما راح يجي غيره فراح تنشر يعني مجرد انه تثير انتباه ثامر او تريد ثامر يدخل او يتعارك او يعني يراقب يعني هيك شيء يعني اللي تنشرت شيء مقهوره يعني بعد لا تنشروا على هذا الموضوع ابد لا شو يعني ركبت الموضوع عليه لا انا ما صار وياي لا فاهم احنا قلت لك اني الموضوع انه دائما ننشر الشغله الايجابيه ننشر الشغله المفيده ننشر الشغله اللي توعي ممكن كلش اوكي بس ما انشر فد شيء سلبي ولا اضل الح بالنشر ناس تمل ويانا اتصال نقول الو 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 مرحبا مساء الخير مساء النور من وياي من وياي سد اتصال انقطع فما انشر الشيء السلبي. زين ثامر انت شو شوف الولد اكثر شيء ينشرون لو البنات ينشرون هذا الموضوع الاكثر شيء البنات الولد هم ما اقولش ما ينشرون بس اكثر فئه اللي تنشر الاشياء الكل شيء تنشر لا دائما بس البنات. اشوف يعني اذا يارجل
يصور، اذا يتسوق سياره يصور. او هسه حاليا منتشره ظاهره، احنا اليوم نحكي على التواصل الاجتماعي والخصوصا، لكن اكو ظاهره هم منتشره كثير انه ينشر هو وزوجته او ينشر يومياتهم هو وزوجته. قبل شوي ردت اقولها ما اعرف هاي الظاهره يعني كلش ذا شبهت اكثر انه هو وزوجته يومياتهم. شنو الموضوع؟ هو الموضوع ما بيشي اذا انه ننشر شيء يفيد المتزوجين او يفيد العوائل البقيه، لكن مو انشر انا وزوجتي مثلا لازمها ونتمشى، او مثلا اريد نطلع فتحت لها باب السياره وصعدتها، او جبت لك هديه، او واحد يتجاوز على الثاني، او واحد يضرب على الثاني يعني شقه وكذا، فهذا الشيء اكيد غلط. يعني ما له داعي اول شيء كاحنا كمجتمع شرقي ان عادات وتقاليدنا ما محبب ويسيء للعائله العراقيه. عندنا اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، من وياي؟ ايه سجاد. سجاد اهلا وسهلا. سجاد، سجاد من وين تتصل بينا؟ جوا القلب. من بغداد. من بغداد. سجاد عرفت موضوع اليوم؟ والله ما لحقت عليه. زي ما لحقت عليه انا راح اقول لك اياه. موضوعنا اليوم الخصوصيه على مواقع التواصل. ضيع ضيع مال الله هاي. يعني اعاملها بشكل الصراحه، يعني شايف انه اكو واحد كل ساعه ينشر ستوري او ينشر صوره انه اني فلان مكان، اني طبيت هيك، اني طلعت. اي هو اقول لك انا البارحه صاحب لي جاني جاب عشاء، قال لي سجل هيك مكان بس اقعد اتعشى فيه، من اهله طالعين. قلت له ماشي، فرغت له الاستقبال خليته اتعشى. سوى لا سجل شو اسوي؟ طبعا ايش اسمه اجيب للعشاء وصار اودته ومضيفني وهاي هو بخوي. قلت له ماشي صورته زين. قال لي اليوم سجاد وما اعرف شنو راح كمل. قال لي راح اغسل. قال لي على كم ظلت غسل هاي صابونه مره زين. وهم سويت هاي زين. انت سويت له سويت له هذا الموضوع انه تماشيت ويا غير؟ زين سجاد سجاد الله عليك، ليش هو كذا يريد يسوي؟ شنو اللي بباله؟ يعني يريد يوصل رساله لو يريد يطوش لو شنو؟ لا هاي شو يحب له وحده، هاي وحده يعني شو يريد يسوي كل شيء من اجلها وينشر على امور. يعني سجاد يعني يوصل رساله. لا بدي اسال سجاد اول شيء، شلونك سجاد؟ شو اخبارك؟ الله يعطيك حبيبي. يعني اوكي هو يحب له وحده، بس اللي جاي نشره او المنزله هو انت ويا، ماكو شيء يمد صله للحب والعاطفه، دو اكل وغسله ايدين بالصابون الرقي، حتى مو صابون يعني فد شيء يعني راقي يعني. شنو اللي يعني الربط بين الحب وبين هاي الحركه؟ لا راح اقول لك شلون. انا اقول لك شلون. هو قلت لك هو صاحب اسمه عقيل عبد الساره، هو يحب له وحده. هاي الوحده سرك بقهوة سجاد، رأسا حتى اسمه انطاه، اسمه الثلاثي سجاد. يدري هو، لا هو يحب له وحدة، فهاي الوحدة يقول سجاد أي شيء بحيث أدخل قلبه. سوى قبل هم يومين قال لي بابا راح أوقف يوم هاي السيارة وطق لي بروح، أنا اشتري السيارة الجديدة. قلت له مبروك وهاي، الله جاهد وعد فيديوهات يعني علي. زين. زين مو إذا حبيت أهل ابني بعدين راح تعرف هذا كله كذب. اقول لك هي المشكله خاف يخطبها وما ادري بعدين يبيع قواطي مال المي. انت طبعا اخذيه صديقك يعني احنا ما نحب هاي الفضايح. انا اقول لك هو يقدر اشياء. هو الشغل باع، الشغل هو اكيد مو عيب. واكو مثل مصري يقول الايد البطاله نكسه، تمام؟ فالشغل مو عيب مهما كان شغله، هذا شغله وهو يريد يعيش. اما هي البنيه رضت بي ما رضت بي، هاي بكيفها، وان شاء الله اكيد يلقى الانسان اللي تحبه وتريده على طبيعته وعلى شغله. صحيح، بس قلت لك هو يعاني من هذا يعني. قلت لك يعني هواي يعني زيد الامور ينشر هواي شغلات لا خطيه. ما بعد كل ما له تفكيره، بعد كل ما له تفكيره يقول راح تنكت ولا تضحك. شنو شو يقول لك؟ شو يقول لك؟ يحكي له نكته وهو يضحك. تحياتنا لك والعقيل. شكرا لك ولاتصالك، نورتنا. شكرا لك وتحياتنا اكيد صديقك. هو هذا الاشياء الغلط اللي تنشر، مثلا هو خاطب وحده والوحده ما يعني متفركش الموضوع، بس هو اللي جاي نشره يعني بعيد عن البنيه. يعني اوكي انت جايب اكل او معزوم بيت صديقك، زين شو عليها هي البنيه اذا تشوف؟ اوكي انت معزوم يم صديقك، يعني شعل الموضوع بيها.
يعني ما اعرف ليش لا تغسل بصابون عادي، تغسل بصابون ما رقي. ادري تحياتنا ما اعرف بعد. العقيد. فهي انت شوف، هي اول شيء تعدد الثقافات والوعي والمفهوميه لدى اصحاب مواقع التواصل الاجتماعي او رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاغلبيه يستخدمونه استخدام خاطئ بدون وعي، مع احتراماتي للناس اللي تستخدمه بصوره صحيحه واعيه مثقفه مهنيه. روح للاتصال ونقول مساء الخير. مساء النور. مساء الورد، شلونك؟ شلونكم؟ شخباركم؟ الله يسلمك، الله يخليك. من ويانا؟ ورود وياكم من ميسان. ورود من ميسان، يا هلا بميسان الحبيبة ويا هلا بورود بنت ميسان. ورود، احنا اليوم نحكي على الخصوصية ونحكي على الناس اللي تنشر كل شيء، يعني السلبي والإيجابي. أنت شنو تعليقك بخصوص هذا الموضوع أو شنو تقولين؟ يعني أنا ضد هذا الشيء، غلط، ما يصير تطلع يعني خصوصيته في أي شخص. نعم. زين أنت. أنا يعني دائما أنشر أنا. نعم. بس بالعكس يتقبلون الناس. بس ما تنشرين الخصوصية الخصوصية، يعني تنشرين أوكي أشياء خاصة بيش بس مو كلش يعني للعمق، ندخل مثلا ننشر الغداء وننشر العشاء وننشر التيشيرت وننشر القميص وننشر، مو هيك يعني قصدك؟ لا هذا الشيء غلط، مو هيك يعني قصدي. اها زين انت زين، هو شنو السبب اللي يخلي الشخص ينشر هيك؟ يعني اكو سبب؟ يعني انا اسميها هاي التفاهه. تفاهه؟ حلو. يعني الناس ما تتقبل هيك. صح، بس اكو ناس ما تتقبل هيك، اكو ناس يذبحها الفضول، خصوصا احنا كشباب وبنات حاليا نتابع كل شخص بينا عنده معجب بفد فد مشهور او نجم او مشاهير تواصل اجتماعي، معجبين احنا بهم، فدائما احنا نشوف ونتابع استورياتهم، يعني نشوف ادق تفاصيلهم واللي هم ينشروها، اللي اشتروها واللي باعوها واللي جابوها، فنتابعهم. بهيج حاله انه هذول الفئه من العالم يريدون زياده متابعين ويريدون زياده انتشار بالمواقع، بس اكو ناس عاديه تنشر اشياء السيء لها حتى والسيء لعائلتها والسيء للبيئه اللي هي عايشه بها. هو هذا الاستخدام الغلط اللي جاي نقوله، اللي لازم انه الكل يستخدمه بطريقه صح، بطريقه ثقافيه. انا شاكر اتصالك ومشاركتك يا ورود، وان شاء الله دائما تتصلين بينا وتشاركينا باف ام. الختام اليوم وياك انت ثامر، بس اريد اسالك سؤال، انه انت كل يوميه كم ستوري تنشر قبل ما نختم؟ حسب المود مالتي. يعني اذا مثلا كنت طالع او ما طالع راح تنشر لو لا؟ لا لا، يعني انا كنت طالع ولا ما طالع، هو قلت لك حسب مزاجي، اذا كان مزاجي متعكر لا ماكو يعني جزء واحد سوري. اذا لا كان يعني كنت ريلاكس وهادي وكذا وما عندي شيء والنفسيه زينه لا انشر، يعني قد ما بس انشر اشياء يعني ما انشر اشياء ما حلوه، انشر اشياء يعني حلوه. طبعا المخرج يقول لي قبل البرنامج صورتي شو يعني قبل البرنامج صورت بس من شرطه بعد. طبعا نور انت قلتي انه خلاص الوقت، والله ما حسيت بي وياك ويا المتصلين فعلا. واكيد لهنا ينتهي وقت برنامجنا، ويا ربي كنا خفيف نطلع عليكم انا ونور باف ام. شكرا لكل شخص شاركنا واتصل وعلق بخصوص الموضوع، وشكرا لكل شخص تابعنا من خلال الشاشه او من خلال البث المباشر او سمعنا عبر اثير اذاعه العشار بالبصره. يا ربي نهايه اسبوع جميله عليكم، ويا ربي الله يحفظكم ويوفقكم ويحقق كل امانيكم، وانتظرونا اكيد يوم الاحد باف ام جديد وموضوع جديد. الى مع اللقاء. السلامه. مع السلامه. We'll be right back.